في ترجمة فعلية لقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا والمتعلق بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال، تسلمت إسرائيل نهاية الأسبوع المنصرم خطابا من محكمة الجنايات الدولية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أنها اشتملت على تهم لتل أبيب بارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا. وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن أمام إسرائيل 30 يوماً للرد على خطاب الجنائية الدولية، ولفتت إلى أن الخطاب موجز ويتكون من صفحة ونصف لمجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي عدوان عام 2014 وسياسة الاستيطان، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018 والتي استشهد وأصيب فيها المئات عندما فتح جيش الاحتلال نيرانه باتجاه المواطنين العزل. وكان قرار المدعية العامة فجر ردود فعل إسرائيلية عنيفة، أبرزها ورد على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصف المحكمة باللاسامية وتعهد بالعمل على إسقاط القرار ولم يعترف بشرعيتها. وفي مقابل ذلك استنفر معسكر اليمين بوجه رئيس حكومته وانتقد سياسته في التعامل مع المحكمة، وقالوا إن سياسة اجلس ولا تفعل حسب وصفهم هي إهمال في مواجهة الخطوات التي انتهت إلى فتح تحقيق رسمي، وهو عبارة عن حادث بطيء تتعرض له إسرائيل وسيلحق بها الكارثة، حسب ما نقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن قيادات يمينية. نهر جمهور، تلفزيون فلسطين.